المحضر والحاجات دي. بعد المحضر انا لقيت جوز دكتورة التخدير جاي هنا بيقول لي هي جت متاخره شويه وانا جاي اعزيك واقول لك البقاء لله. قلت له البقاء لله وحده. جه قعد معانا بيقول لي احنا كنا طالعين عمره، وبقول لي مراتي احنا سنها كبير 55 سنه، وبقول لها احنا هنطلع العمره. راحت قالت لي ازاي اطلع عمره وانا في ناس اهلها محروق على بنتها. هي دكتوره التخدير هي اللي غلطانه؟ هو كده حضرتك مش دكتوره التخدير بس، عمري ما شفت عمري شفت جوز دكتور بيروح يعزي مريض. وجي حضرتك جالي هنا جوز دكتوره يجي يعزي مريض، غير بقى لو هو اللي عامل حاجه. بيقول لي انا بعرض عليك ان انت تقبل تذكرتين العمره انت ومراتك، وما تروح هناك تدعي لنا. غريبه قوي دي. يعني طبعا ذوق وخير وكل حاجه، بس يعني الدكتوره راحت روحت قالت لجوزها ده واحده ماتت، فهم قرروا يجيبوا لك تذكرتين عمره والدكتوره التخدير عملت اللي عليها. بقول يعني انا كلمته بقول له يعني لو مقابل ان انها ماتت يبقى تذكرتين عمره. خلاص انا هو كل دكتور يموت مريض ويطلعه عمره يدعي بقى للمغفره للميت، صح؟ حلو والله، الموضة دي لطيفة جدا. يعني النيابة ودكتور الصحة. النيابة انت دكتور الصحة فين؟ احنا عايزين دكتور الصحة. هو حضرتك احنا اتصلنا بيه وقال حاضر انا جاي على طول فورا، والله مشكورا وكتر الف خيره ان هو واقف. انا مبسوطة منه ان هو انت بتقول يعني زعق للدكتور، يعني راجل محترم. اول حضرتك ما دخل، ودي طبعا هم راحوا يطلعوا تسريح الدفن، وكنا استعوضنا ربنا خلاص، فراحوا يطلعوا تسريح الدفن. بيقول لهم في ورقه كده عطيها اعطيهالنا تقرير اهو حضرتك ان اثناء عمليه اللوز جالها جلطه في الرئه ومضى عليها. وجينا جي اول الدكتور الصحه ما شافها عشان يطلع التسريح، قال له لا. قال له ازاي ديك طفله جلطه في الرئه عشان تعمل لوز؟ راح جه حضرتك